بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالمعهد القومي للأورام في جامعة القاهرة هينظم يوم توعوي عن أورام الرأس والرقبة. كمان أيضا جامعة عين شمس هيكون فيها ندوة حوالين حوار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ده غير أن النهاردة هيكون في أيضا ثلاث مباريات قوية في الجولة 27 من مباريات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم. خلينا نشوف. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالمعهد القومي للأورام بجامعة القاهرة هينظم يوم توعوي عن أورام الرأس والرقبة بقاعة المحاضرات الكبرى بالمعهد، وده في إطار حرص الجامعة على المساهمة في تنفيذ خطة الدولة لتطوير المنظومة الصحية لعلاج الأورام في مصر. النهاردة هتقام ندوة حول الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في إطار الموسم الثقافي والفني لجامعة عين شمس. الندوة بتستهدف رفع الوعي لدى شباب الجامعة بأهم ملامح وأبعاد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. لعشاء الدوري المصري موعدهم النهاردة مع مباريات قوية في إطار الجولة 27 من عمر المسابقة. هيلتقي بيراميدز مع البنك الأهلي الساعة 6:30، وفي نفس التوقيت سموحة مع المقاولين، والساعة 9 بالليل هيلتقي الأهلي مع مصر المقاصة.